عالي قوي يعني. التزم بالطريق، قلت لك التزم بالطريق، استنى شوية. طب ثانية واحدة، move out the way man، دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. alright that's it. Take it easy, Ahoy's. اهلا اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم. اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظر. الا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. وانا وما ادوار فضلات اول تختي. لا 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 لا، I'll sit in the back. إيه ده؟ In the back. أنت وشوقك إن شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجة كده على مقوسم بالهنا والشفة. Thank you. تأمرش بحاجة تانية؟ كاتشوب. ليه؟ هو احنا وصلنا معاك في حاجة؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضو. انت فصلتني. انا افصلك؟ ده انت ابن الوزير. ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food, يعني في حاجة. هذا انت منورنا يا محمد. لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيل هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على السفطه والعجلات، قول الاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بقى موتوسيكل. يلاقي موتوسيكل ليه؟ فرومك انت واللي خلفيتك. غور غور يعني ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده يا رب. نادرين علي يا رب، لو كنت دابح ارنب مفرقع البلد كله، بس عطرني فيه. يا استاذ رمضان، اما اسالك تبقى ترد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات، تاني هخليك الفت. انزل واطلع، انزل واطلع يا اخويا، فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى، انا هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحده ونص. اسمع كده، ايه رايك فتحي باشا يا اساتذه؟ مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينه يحب يلعبها رمزي باشا؟ رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم ملاعب سكواش؟ ينوجد الكيس نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسه. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط،
وعايزك يا أستاذ حسين تتفق مع لابوار يبعت يوميا دستة جاتوه لرمزي باشي عشان نفسه تتفتح على المذاكرة. ايه ايه زلزال يا علاء بتجري ليه كده؟ أستاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. أنهي واد؟ يا نهار أسود أستاذ رمضان الله يخرب بيتك يا أستاذ رمضان ده هي فينا المدرسة أنت بتضحك علي يا نهار مش بايت علي وعلى خديني اوعى اطلع يا رمضان اوعى بس يا ولد انك تلوح أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعربي يا ألفت اعربي يا ألفت اللي بتمشي على الترعة بالعربية وتخبطي في الناس اعربي يا ألا لم أداد جزم كمل يستطيع فيرب مدرمة يستطيع ايه يا أخويا فيرب فيرب الفعل بقى فيرب يا أولاد يا ألا بس الفعل بقى فيرب الفعل الولد ماشي بيتضرب اكسروا الباب عظيم بيمين ابدا اللي هيكلم كلمه لا يتعلم مكانه انت يا جزمه يا ابن الجزم يا خدي يا خدي يا خدي يا خدي ايه اللي بتنيله ده يا رمضان فك الواله ابوس ايدك فك الواله لا يا اخويا مش هفك الواله الواله ده هيتمد على رجليه ده قلبني في الدرع مش عارف الواله ده ابن مين هيكون ابن مين يعني ابن وزير التربيه والتعليم ايوه ابن وزير التربيه والتعليم يا اخويا انت مسكت في الكلمه قوي خليه ابن وزير الراي لا لان في الحقيقه ده ابن وزير التربيه والتعليم الكلام ده صح يا حضره الوكيل مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باينني جعان؟ كان مستخبي لنا فين ده كله يا ربي؟ هيرفدوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفد وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه هيسجنوه يا اختي، ده اني ماليش في الدنيا غيره امن عليك يا رمضان أول ما توصل مصر تروح السيدة نفيسة تقرأ لها الفتحة وتطلب من ربنا يخرجك من الشدة اللي انت فيه مدد يا ستني وأمن عليك يا رمضان لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي إزازة ريحي من جار المقام مدد يا سيدني وأمن عليك يا رمضان تجيب لي حتة قماشة 6 متر من بيتي هعملهم جلابية أمي عايزة قماشة من بيتي دي مهزلة المدرسة دي لازم تتقفل استر يا رب كلكم لازم تتحاكموا ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهارده الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه نبي ما هيجرى حاجه ست حالات جواز عرفي عندك في المدرسه الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي يعني التربيه تيجي قبل التعليم ده سن خطر جدا يا معالي الوزير محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه رمضان مبروك ابو العالمين حمودة خليه يدخل يا اعدل الناس يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم انت الخصم والحكم نعم وعشوية أخلص سمعت يا معلم الباشي أنا جاي النهاردة عشان أبص الأيادي ولو في حاجة تاني غير الأيادي مستعدة بصي إلهي ما وعروح إلهي تشلي وقع قدام سعادتك مسؤول على المكتب دوت إلهي دهسني قطره يفرق كل حتة فيا في حتة إلهي دب فيا ده النتالي والناس ما تطيق ريحتي إني ما كنت أعرف إني معاليه يبقى ابني معاليك أنت اللي ضربت ابني لا مش أنا مش أنا هي ده هي دهي إلها تنشلي كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي ومين بقى اللي قالك إن أنا زعلان منك بالعكس ده أنا سعيد وفخور بيك جدا وبالمناسبة ده يثبت لي إن التعليم في الأرياف أفضل 100 مرة من المدارس اللي انتوا بتفتحوها فخور بيه يعني معليك مش زعلان مني إنني ضربت معليه بالعكس
انت هتاخد مكافاه يا استاذ رمضان. مكافاه؟ يو داريو. الاستاذ رمزي ابن سعادتك. استاذ رمضان اتفضل اتفضل. اهلا يا اخويا. اهلا يا شملول. اوعى تكون فاكر ان ابوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا اخويا، تعال اقف قدام هنا. تعال اقف هنا. تعال هنا. اوكي دونت تاتش دونت تاتش دونت تاتش. طب وقفتش قدام لياد زي ما قلت لك. ام فاين ام فاين. طب اسمع يا اخويا، انا دلوقتي هقول لك جمله تعربها قدام معالي الوزير، ويمين ثلاثه ان ما اعربت صح لكن مدك في مكتب معالي الوزير. ها اعرب يا اخويا. انا وان كنت الاخير زمانه لات بما لم يستطعه الاوائل. اعرب. لم اتت جزم. ايوه. يستطيع فيرب مضارع. فيرب فيرب تاني. خلاص فيرب تاني. خلاص خلاص يا معالي الوزير، بيقول سعادتك فيرب. معلش فيرب. يعني انا مدرسه لغه عربيه ولا لغه انجليزيه؟ خلاص يا استاذ فيرب يا ولا. بتحرجني قدام معالي الوزير عشان خاطري. عشان ماشي. بسم الله ما شاء الله، دي معجزه يا معالي الوزير. أنا مش قادر أصدق لا وداني ولا عينيا. سعادة الوزير، أنا محتاج الأستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي هيعدل الميلة وبالمرتب اللي هو عايزه. ها؟ إيه رأيك يا أستاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي. بس أنتوا فاجئتوني، أنا كنت عامل حسابي إن أنا جاي أتحب.